عبير النعيمي إحدى منتسبات وزارة الإعلام حصلت على براءة اختراع أمريكية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لابتكارها مرحاض سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة. عبير بهذا الاختراع يعني وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان لحمود سالم الصباح أعرب عن اعتزازه واعتزاز وزارة الإعلام وتقديرها لأبنائها المبدعين الذين يسهمون في رفع راية الكويت بالعمل والعلم والفكر البناء المستنير، مثمنا وزير الإعلام شيخ سلمان هذا الجهد الابتكاري الذي يمثل ريادة كويتية على مستوى الدول العربية. ويسعدنا أن تنضم إلينا في الاستوديو الأستاذة عبير النعيمي المخترعة الكويتية. أهلا فيك أستاذة. عبير نصبح عليك بالخير. صباح النور. وإحنا صغار دائما كنا نقول ونسمع المثل القول المأثور، الحاجة أم الاختراع. يعني ما هي الحاجة التي دعت عبير للذهاب في هذا المنحة والتوجه لاختراع هذا الموضوع؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني يشرفني أكون متواجدة معاكم في هذا اليوم. في الحقيقة مثل ما تفضلت هناك يعني أفكار مثل ما تقولون يعني وليدة اللحظة، والحاجة هي فعلا أم الاختراع. اللي دعاني حق التوجه يعني رسم هذه الفكرة ومن ثم تحقيقها على أرض الواقع بالفعل لمسي لي معاناة الأمهات في هذه المركبة الصغيرة السيارة، شلون يعني الأمهات يعني فعلا يعانون مع أطفالهم وذوي الاحتياجات الخاصة ومع كبار السن. عدة شرائح يعني بالمجتمع فعلا تعاني وبحاجة إلى هذه التقنية الجديدة. فبالفعل احنا يعني قلت بما احنا يعني مجالات الحياة متطورة و التقنيات يعني أصبحت متعددة، شو اللي يمنع أن تكون هناك يعني تقنية وقفزة نوعية لهذه الآلية يعني في السيارة أو في المركبة؟ أستاذة شنو الخطوات اللي سويتيها علشان تقدرين تحصلين على براءة الاختراع؟ حقيقة طبعا هناك عدة خطوات، هي في البداية تكون فكرة الواحد يعني يقوم برسمها وتصميمها، ومن ثم تنتسبين إلى مكان هو يعني البداية تكون الانطلاقة العالمية يتبنتش يعني نعم. في مكان بالفعل أنا يعني لما جت لي هذه الفكرة قمت طبعا بمجهودي الخاص بالرسم والتصميم وكل ما هنالك، ومن ثم انتسبت إلى مركز صباح الأحمد للموهبة الإبداع. يعني كان حد علمي أنه يعني من السوشيال ميديا أنه مركز متخصص يتبنى الأفكار الغريبة ويدعم المتميزين المبدعين، وبالفعل انتسبت لهم وما شاء الله يعني شهادتي فيهم مجروحة. هم اللي ساعدوك علشان تاخذين براءة الاختراع، تبنوا الفكرة ومن ثم طبعا هم يوجهونها يدخلونها على لجنة متخصصة بأمريكا. هي تقرر من مستشارين ومحامين إذا يعني الاختراع يعني تسورتت يعني يكمل أو لا يكمل، يعني صالح أو غير صالح. وبالفعل يعني بعد مجهود وتعب يعني لاحظنا من سادة عبير من خلال الشاشة مخرجنا عرض بعض الصور أثناء تكريمك راح نتكلم عليه، وصورة أيضا توضح الشهادة اللي حصلت عليها عبير النعيمي، وهي ما تمثل هذه الشهادة مكتوب عليها The United States of America يعني من الولايات المتحدة، واستطعنا من خلالها الحصول على براءة الاختراع باسم السيد عبير. علاوة على ذلك بعد ما حصلت عبير على شهادة براءة الاختراع من الجهات المعنية في هذا الموضوع، وزير الإعلام قام بتكريم عبير النعيمي، وكونش أيضا أنت يعني زميلة لنا ومنتسبة للعمل في وزارة الإعلام معنا صحيح؟ أي نعم أنا. شنو يمثلك تكريم الشيخ سلمان؟ طبعا وثمن دور ودعم يعني أنا بأسمي الأب الروحي، وجه له كل الشكر والحب والعرفان والتقدير وزيرنا الشيخ سلمان الحمود. طبعا حاضن لأفكار الشباب بالضبط، ولا يعني بصمته واضحة في المجتمع، ويعني من توليه المنصب إلى الآن فعلا هناك قفزات نوعية يعني بالنسبة لأفكار الشباب بالنسبة لإبراز طموحاتهم. أنا يعني جدا يعني فخورة ويعني بلقائي معه،
يعني شيء جميل. جميل جدا. استاذه شلون تنظمين وقتك يعني ما بين شغلك بالاعلام وشلون تلقين وقت حق اختراعاتك؟ وهذا يجرني على سؤال اميره، يعني هذا اختراعك الاول؟ اي نعم اختراعي. اوه الحين هذا الباب الحين انفتح لمخترعه جديده قادمه بافكار ابداعيه، يعني هذا شجعك بعد حصولها على هالشهاده؟ نشوف الحين شنو الموضوع القادم ان شاء الله. بالضبط. بالنسبه استاذتي الفاضله الوقت نعم لازم تنظيم الوقت. يعني انا فعلا لما يعني انهي اعمالي يعني كأم وكزوجه حالي حال باقي الامهات اني انظم وقتي، يعني اخلص دوري بالبيت لازم هناك فسحة راحة يعني أقعد فيها بيني وبين نفسي. هني هذه المستقطع هذا هني أبتدي يعني تبدعين. نعم يعني أطلق العنان الخيال وأرسم وما أعرف إيش من هالأمور هذه. بالنسبة لما تفضلت في سؤالي حول غير تنظيم الوقت، شنو الحين القادم؟ نعم. الحين عقب ما اخترعتي هذا الموضوع من أول اختراع ما شاء الله تبارك الرحمن حصلنا على جائزة وحصلنا على تكريم وحصلنا على توجيه والشهادة موثقة من جهة، ويعني ما قالوا لك لا ردي ترى في خطأ عدلي من أول شيء ما شاء الله تبارك يعني في نواة حق أشياء ثانية ببالك؟ نعم نعم أكيد. يعني لو هي فكرة بس الحين بالفعل يعني سبحان الله يقول لك يعني أنت لما تدخلين في هذا المضمار تستهل عليك أفكار معينة خلاص تبتدين يعني سبحان الله يعني تنفتح لك الآفاق. بالفعل هناك أفكار يعني يعني تخص الطيران والدفاع من ناحية السيفتي، بس طبعا ما راح أتكلم عنها يعني في خوض المستقبل إن شاء الله. أنا أحب أتكلم بس بخصوص الشهادة وخصوص أحب أقول إن إحنا يعني بالنسبة لي أنا شخصيا في تعب كثير، يعني واجهت صعوبات ويعني أنا يعني 4 سنوات وإحنا بس نعدل وننقح ونرد ويردوا لك يعني شيء مو سهل. يعني صار اللجنة فترة نعم يعني دقيقين. لا 4 سنوات يعني يردونك وتصير مقارنات بين الاختراعات السابقة لاختراعات حتى تقنعينهم ليش أنت تستحقين هذه الشهادة. فتعالي شوفي 4 سنوات يعني شيء يعني لا أخفي عليك يعني صارت هناك في إخفاقات أني أبي أرجع، ولكن سبحان الله لا قلت لا حرام يعني لازم أصر وأكمل يعني الحمد لله. طيب شلون راح يكون في تسويق حق اي نعم بخصوص الاختراع؟ المركز مشكور يعني حقيقة هناك في الاختراعات اللي تكلفتها نقول يقدر عليها المركز يتبناها وينفذها. الاختراعات اللي الاشتراطات معينة للفنية وصناعية واللي الكوست عالي للأسف يتم رفضها، المخترع هو اللي يقوم مثلا يسوق حق نفسه. فأنا اختراعي يقع ضمن للأسف أن تم رفضه أن المركز ما يعني يسوقه لأن تكلفته عالية. بس أنا يعني هذا مو معناه أن بالعكس هم مشكورين على مجهودهم، يكفي أنهم يعني إخراج هذه الشهادة شيء مو سهل، يعني هذا فخر لنا وفخر لي وبالعكس يعني وسالفة أن يعني هذا إن شاء الله أنا يعني في المستقبل أشوف إن شاء الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة توجهينها للشباب في كيفية شلون يقضون وقتهم، شنو تحبين تقولين لهم؟ أحب أقول لهم الإصرار والتحفيز والأفكار الخلابة اللي تكون في عقولكم لابد أنكم ترسمونها وتنتسبون لمركز يحتضنكم. التحفيز والإصرار يقودنا إلى الإبداع، فإحنا يعني نتمنى من شبابنا أنه يكون مصر ومحفز حتى نخلق جيل مبدع ومفكر. شكرا لك أستاذة عبير النعيمي، كنا وايد سعداء بوجودك معنا. شكرا لك. الشكر لكم.